أنا الصبح نعم الساعة 9 إلا 10 كانت آخر صورة لإلي مع ابني دخل على غرفة العمليات. الصبي قالوا لنا أنتو خلص استلمنا، نحنا فوتوه لجوا على الساعة 11 ونص تقريبا بيظهر دكتور العظم بفرجيني على صورة السيخ راكب بإيده لابني، بيقول لي الحمد لله على السلامة خلصت العملية. وأنا كنت قبل منا في نقاش أنا ودكتور العظم إنه ما يطلع في مشكلة بالإيد إنه لوقة أو شيء، كان باعت لي دراسات إنه ديفيشن بحدود 10-15 درجة بالإيد مقبولة بين عمر 6 ل 10 سنين وابنك عم بيكبر وإنه كل شيء طبيعي ولا ببين لإنه أي شيء نحن رايحين عليه. بيرجع بقول له أنا ابني بيلعب كاراتيه يا حكيم، قال لي 4-5 أشهر هلا بده يوقف، انسي له هيدا الموسم. يعني انا بعدني عم حدث انه انا ابني ضاهر، انه انت عمليه بسيطه وهمك بهود القصص الصغيره ما بعد العمليه. انتهت حاكتب لك على انتيبيوتيك وفيتامين د، ويلا يعطيك العافيه يا حكيم. ظهرت لبرا انا. بعد شوي بدق على غرفة العمليات انه بدي اسأل عن الصبي. بتظهر صبية بتقول لي يلا هيا مع حكيم البانج عم بفيقه، انه بعد الوضع ماشي كل شيء تمام. بنطر انا يعني معاش عندي الوقت بالضبط ساعة ساعة ونص، يعني هي يمكن تكون نص ساعة بس انا الوقت لقلي بيكون طويل. بعد شوي بشوف انا حكيم الاطفال نازل على الدرج، بس ما بتخيل انه انا نازل ليفوت عند ابني، نزل بفوت من باب تاني غير باب العمليات اللي احنا ناطرين عليه، بفوت لجوا. بعد شوي بيظهر بيقول لي ابنك خلال العمليه صار عنده شويه حساسيه تعب، هينا حاطينه على الاكسجين، ما في شيء بخوف، انت ولادك عندهم حساسيه، باعتبار قال هو حكيم ولاد. قلت له انا ابني عنده حساسيه، انا ابني عامل عمليه قبل. بس ما هو قبل كل عمليه بيعمل فحوصات ليشوفوا اذا عنده حساسيه على البند. بسيطة عملية جيوب يعني من 4 سنين، يعني كان عمره ابني 3 سنين سنتين ثلاثة عملها، وأنا فت على المستشفى الساعة 10، الساعة 1 كان معي برات المستشفى وكان وما عمل لا حساسية ولا عمل شيء. يعني نحن على هذا الأساس أخدينه يعمل عملية ومطمنين إنه الصبي كان أصغر من هيك ودخل عمل عملية بسيطة. كل الناس تعمل عملية، ما حدا بيجي بيقولوا له فجأة هيك إنه صار على الأكسجين وصار، ولا كل العالم مفروض تعمل عمليات يعني. هيدا اللي صار. هلا نحن تفاجئنا بس هون بعدنا انه بالتطمينات انه ما في شيء بيخوف، يلا شوي وبفيق. قلت له طب انا كله هالفتره كذب عليكم اللي تبين معنا هيك بعدين، هيدا اللي عم نحكي انا اللي تبين معنا كده عم تسرد القصه لانه حافظينها ساعه ساعه. نعم. وعندنا دليل على هذا الموضوع. صحيح. فهي بعد ما ظهر الدكتور الاطفال اللي المستشفى استدعته، هو دكتور ابني وانا عاده بعيني اولادي عنده، هو بيعرف الدكتور انه كان له ابني سنتين ثلاثة اربعة مش زايره يعني اكتر من التطعيمات وخلصنيهم عنده، ما في شيء، ما عنده ولا مشاكل صحية، ما عنده ولا اي مشاكل صحية ورياضة نشيط. وطلع انا شفت هذا، كيفك حكيمنا شو اخبارك؟ الصبي تحت. هي وقت اللي بعد ما خبرني طالع على الدرج، ما كان توجي حد. قال لي لا خير ابنك، بس ابنك على البنج تحسس وشوية وقت وبيمشي حال وبيظهر. هيدا شوية الوقت نحن أكل معنا للساعة 3، الساعة 3 شعرت بخطر أكيد. شو في؟ يعني أنا دقيت على ما بتقدر تشوف ابنك للساعة 2 وحدة لازم يكون أنا عم ضاهرين من المستشفى. الساعة 3 دقيت أنا بدي أحكي وقائع، دقيت على غرفة العمليات، ما مرتي قلت في شيء مش مزبوط هذا، يعني أنا دقيت عليها بدي فوت شوف الصبي. خبطت عم ضهرت النيرس بطريقة عم تضحك، يعني الدارس لما بتظهر عم تضحك، بتكون عم تطمنك انه ما في شيء تمام. يعني شو بدك بدي نعم. فانا لما قلت لها بدي اشوف ابني شوف ايه، قالت لي يلا دي قبل شفته قبل لابني وظهرت قلت له انه الصبي وضعه مش منيح فوت شوفه. نعم. انا كنت بعد ما حكاني طبيب الاطفال قلت له انا بدي اشوف الصبي، قال لي ايه ما مشكله هلا شوي وبتشوفيه. ضحكت لك النيرس؟ فتت انا لجوا على على غرفه العمليات. فوت انا بالنسبه لإلي انه اهل الاختصاص بيعرفوا بهذا عمليه البانجو كيف. نعم. ممكن يفيق. نعم. انا ما بفوت على غرفه العمليات شو صار بس خلينا نسرع شوي. ايه فانا فتت لجوا على غرفه العمليات لقيت ابني نبضات قلبه سريعه 170 وعم ينفض، بس طلعت لك حكيم هذا طبيعي دكتور البانج كان حدي، قال لي انا كنت حابب بيض وجهي معك ومع الحكيم بس للاسف شويه وقت وبيستعيد وعيه. قلت له يعطيك العافيه، انا قلت الظاهر انه ابني هيك بفيقوا من البانج. عملت حالي وظهرت بس قلقت اكيد ابني مش طبيعي فايق بس مش طبيعي، وشو هذا الوعي اللي هو فيه وليش قلبه هيك عم ينفر وليش ابني بهالطريقة عم ينفض، الظاهر انه بده يوعي حاله ما عم يقدر. فظهرت، بعد ما ظهرت نطرت بعد شي ساعة ساعتين بلاقي على الأربعة أربعة وربع ظاهرين ابني من العناية
من العمليات. غرفة العمليات على العناية للمراقبة. هون أنا ما استوعبت الموضوع. أكيد في شيء. صرنا نحكي الدكاترة اللي موجودة هونيك اللي هني عم يستدعينهم طالعين حدا يخبرنا ايه طالعين نزلين وما عم بعرف في أهمية الموضوع عند ابني. فوتوا على بس هني بيعرفوا فوتوا على عيني. فوتوا شو قال لك بس فوتوا على عيني؟ شو قالوا لك؟ شوي وبفيق ابنك بعدهم شوي وبفيق على البنج حتى بالعناية شوي وبفيق. ما في شيء بيخوف الصبي هي عم يتنفس طبيعي نحن مفوتينه على العناية للمراقبة ما تخافوا ما في شيء كل الوقت كل الوقت قد الساعة على الأربع خمسة للأربع خمسة من الساعة 10 للساعة 4-5 ونحن ما في شيء طبيعي هذا اللي عم ساعات تحولت لأيام ساعات اللي عشتون أنتو تحولوا لأيام مش بهالطريقة أنا لأوضح لك الفكرة نحن عم نحكي واقع كل ساعة بساعتها بعد ما فات على العناية الصبي صرنا بمطرحة تانية نحن صرت استعلم من الناس ومن موضوع البانج انه هذا خطر على ابنك لازم ابنك يطلع من المستشفى في شيء مش طبيعي عم يصير المستشفى مش عم تدارك الموضوع فانا هون اتصلت بعائلتي وطلبت نقله وطلبت المستشفى وطلبت منهم توضيح وفتت على مدير المستشفى قلت له يا استاذ يوسف خبرني ابني شو عم بيصير معه اذا صاير في خطا ما حطني فيه لنشتغل على الموضوع ما ترمي الشيء على عالم لنلحق نحن شو قال لك قعدني مع دكتور الطوارئ اللي مدير الطوارئ قلت له بتحكيني شو الموضوع انا في شيء حاسه غموض قال لي شو الغموض ابنك تحسس على البانجو عم نعطيه مضاد لهذا الموضوع شوي وبفيق وشددت على الموضوع نفس الحكي بس أنا كنت شاعر إنه أسلوبهم وتعاطيهم في شيء غلط في شيء خطير. أنت كأهل بدك بتحس دغري بتعرف. طبيعي. والأم. هون أنا بالليل بعد ما استدعيت عائلتي وهيك طلبنا النقل رجعوا كمان. طلبتوا النقل على مستشفى. على مستشفى تاني لأنه المستشفى بين الإكيب الطبي مش في عناية أطفال. عناية الأطفال. شو عملتوا؟ طلبت نقله هن رجعوا. المستشفى عملت تقريره انه خلي بدنا ننقله نفس الشيء حيصير فخلي الصبي حيستعد وقعه بالليل بعدهم مصرين انه حيساعدوا اول الساعه 2 الصبح مكسب. حرفيا انه الاطفال خلال الليل بالعاده ما بيفيقوا الطفل دماغه معود انه بالليل بينام والصبح بيفيق هذا حكي حكمة ايه هذا حكي حكمة ولا شيء مسلسل مين الحكيم اللي قال هيك لا نحن دكتور اعصاب ودكتور اطفال ما نسمي الاسماء كلها انا عندي الاسماء كلها دكتور البانج ودكتور الاعصاب ودكتور الاطفال فنحن وصلنا لمرحله ثاني يوم الصبح نحن اكيد بالمستشفى ما نمنا انا وعائلتي ناطرين مناطر الصبي يوعى انه بده يوعى ايه مثل ما قالوا لك اني وعدوك انه رح يوعى الساعه 5 نزلت على العينية نعم. ايه بس فاتني شغلي لما كنا نحن عم نقول لهم اعطوني وضعه للصبي قالوا لي نحن دكتور البانج حيكون معاه حيسهر كل الليل ما هو اللي نيم وهو بفيقه دكتور البنج انا نزلت ما لقيته فل الوان فل قال عنده وضع عائلي غاب ساعتين ثلاثه فيه وبعد ما عملت نفضه بالمستشفى كمان رجعوا دقوا له واجا وخلال يوم الليل الصبح انا من 12 للخمسه ما بعرف لانه هذه عيني ما بفوتوك ثاني يوم الصبح انتوا كنتوا موعودين ما بيوعى بالليل قال لكم بيوعى الصبح جينا الصبح صار الصبح شو صار ناطر الصبح الساعه 5 بفوت في شيء مش مزبوط ناطر تقرير الاطباء وبعدني معلق بالوقت الساعة 8 الساعة 7:30 دكتور الاطفال نعمة بيجي بيقول لي انه ابنك بخبرتي بحالته بده 3-4 ايام ليفيق والتقرير مش عندي النهاية عند دكتور الاعصاب هون انا ما استوعبت انه كنا بفيق الساعة 8 صرنا ب3-4 ايام معقول اللي عم يحكيه منطق وناطر هيك طلعت هيك ومشي رحت انا عند مدير المستشفى وصاحب المستشفى دكتور عبد الله فقيه نعم بقول له يا دكتور كون على الريسبشن بقول له يا دكتور شو وضع محمد بيعد لي نفس الحكي وما ننقله على مستشفى عنيه اطفال كرمال وضعه شو وعد لك نفس الحكي قال لك رح يفيق انه بعد 3-4 ايام وناطرين نحن مين تقرير دكتور الاعصاب بس هو كان عنده الخبر الشافي لما خبرني هيك انا هم ما استوعبت فتلت دقيقه ونزلت قلت له دكتور عبد الله هيدا محمد هيدا محمد ما بتقلي مستشفى مثل المستشفى مستوى بينتقل على الجامعة بينتقل احلى مستشفى انا بهمني هلا الصبي شو صار بهمني نقلته هون صارت العائلة هجوج ومجوج انه شوفي خليني فوت بسرعة بالنقل في عندي كم نقطة ضروري يمرقوا على الهواء اشتغلنا على موضوع النقل موضوع طويل نحن لما نقلناه للصبي كان في ضغوطات على حتى تستقبلوا مستشفى بالوضع اللي هو فيه المستشفى اللي استقبلته غسان حمود الدكاترة اللي كانوا عم يعينوه مشكورين دكتور خضر ازعر دكتور محمد بيطار شو قالوا لكم؟
هن نطروا الحاله شو بتكمل؟ هن اول ما وصلنا نحن ما كان عندهم المعطيات الكافيه شو صار مع الصبي. صحيح، الملف الطبي يعني التقرير المقدم ما بيقنع بالحاله اللي عم بتصير، فهن ضل الصبي بالطوارئ لحد ما نقلوه على العنايه، هن بانتظار انه هيدا الصبي بده يفيق او هو بده يتجاوب مع الادويه اللي عطينا اياها باعتبار انه هو حسس على البنج مثل التقرير اللي وصل لهم، بس يضلهم يقولوا انه مش معقول انتم روحوا على المستشفى اللي الصبي عمل فيها العمليه، جيبوا التقرير الشافي شو صار معه، نعرف كيف بدنا نتعالجه او لا. مش بس هيك، لاني بدهم يعرفوا، كان المفروض يعرفوا من اول لحظه، ما قدروا يعرفوا، اشتغلوا على الضغوطات ليشوفوا نتيجة الدماغ شو بتعطي نتائج، بيشتغلوا عليها. نحن يعني الصبي بخمس الشهر دخل على غسان حمود، بالست الشهر الصبح كان نهار تنين نعمل اي جي تخطيط لدماغ الصبي ونعمل ام ار اي، طلعت ام ار اي صورة الدماغ نظيفة، طلع الاي جي تخطيط لدماغ فيه اكتيفيتي 70%، قالنا حكيم الاعصاب انه حتى الاكتيفيتي 70% اكثر ما كنا بنتوقع، انه هذا شيء منيح بس برضه في خلل، في شيء صاير. بدنا نعمل صورة ثاني يوم لنحن نقارن ونشوف هذا الخلل قد ايه ضلوا يعملوا له هودي. ثاني يوم بسبعة الشهر، يعني الصبي ستة الشهر انعمل طلع عنده اكتيفيتي 70%، صار عم بيصير عنده كرايز كهرباء عم تقوى عم تقوى، نهار الثلاثة بسبعة الشهر الصبي بيعمل كريزة قوية، كان يفترض ينزل على التصوير على تخطيط لدماغه على الام ار اي، بيعمل كريزة قوية، بيصير على التنفس الاصطناعي على الريسبيريتور، بيدخل بغيبوبة بيعمل اي جي بغرفة العناية الفائقة بيطلع line no electricity brain detected، يعني بين يوم والتاني النشاط الدماغي لابني توقف كلياته. شو السبب؟ شو اللي وصل لهالتلف السريع؟ هيدا اللي بدنا نعرفه، شو هالتحسس؟ شو صار بدماغ؟ شو اللي وصل انه انت بين يوم والتاني 14 يوم من بعد ما فات، من بعد ما فات بغيبوبة ضل 14 يوم لحتى صار اي جي نال لاين. بس هذا الاثناء نحن خلينا بس ناس تعرف شو صار من بعدها. الله يرحمه توفى من بعد 14 يوم، انفتح تحقيق بوزاره الصحه معالي الوزير. نهار الوفاه مش من اول الحادثه، من اول 14 يوم. 14 يوم كان في حدا حكيكم من الوزاره؟ ولا سمعنا هيك حدا حكيكم من الوزاره؟ لا لا ابدا، بس نحن سمعنا انه في الوزاره عم تتابع هذا الموضوع بس مش بشكل رسمي تبين. شكل اجاكم وعد انه رح يتم توقيف طبيب البنج، ايه دكتور عبود صح؟ دكتور احمد عبود. اجاكم وعد من مين؟ من المستشفى ومن الدكتور. من اي مستشفى؟ من فقيه؟ فقيه. ما اجوا، شو رجع صار؟ عملت معهم، رجع كمل شغله طبيعي بالمستشفى. ايه نزلنا تفاجئنا، يعني كان في شخص معي يعني هو الوحيد اللي كان عم يتابع هذه القضيه معي، ولا كان في اي مؤسسه رسميه ولا كان في. طيب ليه بعد ما رفعتوا دعوه؟ ما نحن عم نقول وزارة الصحة باشرت بالموضوع، اعتبرت هذا، افتكرنا انه هي اللي رفع دعوة رسمية. بس انا معك، بس اليوم بمعظم القضايا من هالنوع وبخبرتنا بالاعلام بنقول لها روح ارفعوا دعوة بالقضاء كمان بنفس الوقت. هلا اليوم ما عندكم محامي بعد توكل بهي اللي صار معنا؟ احنا كنا بانتظار وزارة الصحة بس ما قادرين تأمنوا اتعاب محامي. نحن من بكره الصبح رح نوكلكم محامي، هيدي اولا، رح يكون عم بيتابع هيدي القضية بالقضاء ورح تتابع معنا بالاعلام، هيدي اثنين، وخلي الراي العام يعرف انه هيدي المستشفى اليوم راحت عند قاضي الامور المستعجله، مستشفى فقيه، جربت توقف هيدي الحلقه وجربت تمنعكم انكم تطلعوا معنا على الهواء وقدمت دعوه ضدنا. القاضيه كريستينا عيد يلي انا بوجه لها تحيه لانه عللت قرارها انه حريه الاعلام وهيدي الامور يلي صارت معكم لازم تنحكى، رفضت لهم القرار وانتم اليوم موجودين على الهواء ونحن عم نحكي بهالقضيه لانه في قاضيه شريفه ردت لهم الطلب لهيدي المستشفى.